السلام عليكم، مرحبا بالجميع. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. فيديو اليوم الجزء الأول من سلسلة فيديوهات سنتحدث فيها عن أسباب ارتفاع درجة حرارة محركات الدراجات النارية. سيكون الفيديو باللغة العربية الفصحى حتى نصل إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين. فيديو اليوم قوي جدا، مليء بالمعلومات، لذلك أول شيء زر الإعجاب وأكمل الفيديو للنهاية. هنالك ثلاث أسباب رئيسية وراء ارتفاع درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي. السبب الأول هو الاحتكاك، والسبب الثاني مشكلة في عملية الاشتعال، أما السبب الثالث فهو وجود مشكلة في نظام التبريد. في فيديو اليوم سنشرح السبب الأول وهو الاحتكاك. الاحتكاك والحرارة شيئان متلازمان، كلما زاد الاحتكاك كلما ارتفعت درجة الحرارة. لذلك يحاول دائما مصنعو الدراجات النارية باستمرار تقليل مستوى الحرارة داخل المحرك لتقليل الاعتماد على نظام التبريد وزيادة كفاءة المحرك وتقليل استهلاك الوقود. لكن هناك دائما نسبة صغيرة من الاحتكاك تظل موجودة. قد يساعد الزيت على تزييد الأجزاء المتحركة للمحرك وتقليل الاحتكاك إلى أدنى مستوى ممكن، ويقوم نظام التبريد بمنع الحرارة من الارتفاع فوق المستوى الطبيعي. ولكن عند وجود مشكلة غير طبيعية في الأجزاء المتحركة داخل المحرك قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاحتكاك، مما يعني ارتفاع درجة الحرارة فوق المستوى الطبيعي. حسنا، ما هي الأعطال التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاحتكاك؟ من أهم الأعطال تركيب بيستون أكبر من تجويف الاستوانة وإجباره على الدخول. هذه المشكلة شائعة وتؤدي إلى زيادة كبيرة في درجة الحرارة، وقد تؤدي أيضا إلى تلف البيستون والاستوانة. لذلك عند تركيب البيستون يجب أن يكون حجمه مساويا للاستوانة. وفي البداية عندما يكون البيستون جديد يجب عليك ألا تتجاوز السرعة المحددة التي يحددها لك الميكانيكي لمدة معينة، كي لا ترتفع درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي وتتسبب بمشاكل خطيرة للمحرك. أحد أسباب زيادة معدل الاحتكاك أيضا هي انخفاض نسبة الزيت. قد يكون ذلك بسبب نفاذ الزيت في المحركات ثنائية الأشواط، أو بسبب مشكلة في مضخة الزيت، أو بسبب وجود ثقب في الأنابيب التي يمر من خلالها الزيت، أو بسبب وجود انسداد في الأنابيب، أو أن الزيت ربما قديم ولم يتغير لفترة طويلة في المحركات رباعية الأشواط، أو أن جودة الزيت قد تكون رديئة. كل هذه الأسباب تزيد من الاحتكاك ويمكن أن تسبب تلفا دائما للمحرك. نقص الزيت المستمر أيضا يسبب تشققات في البيستون ومشاكل في الرولمو، ويجعل المحرك يصدر ضوضاء مزعجة وأصوات تقطقة بشكل دائم بسبب تلف التروس وعجلات الرولمو في داخل المحرك. من أسباب زيادة معدل الاحتكاك أيضا اعوجاج العمود المرفقي، وهذا بدوره يزيد من معدل ارتفاع درجة الحرارة. سبب اعوجاج العمود المرفقي هو استخدام المطرقة أثناء التركيب والتفكيك، لذلك لا ينبغي أبدا استخدام المطرقة مع العمود المرفقي. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون الفرامل مضغوطة بسبب مشكلة في الكبح فإنها تزيد من الاحتكاك في العجلة، ويزيد ذلك الحمل على المحرك مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الحرارة. يؤدي نظام CVT أيضا في سكوتر، في درجات النارية سكوتر، عندما يكون غير متوافق بسبب تغيير بعض أجزائه بأخرى غير أصلية أو غير متوافقة معه، أو بسبب وجود مشاكل بحاجة إلى الصيانة، يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الاحتكاك. ويمكن ملاحظة ذلك عند لمس القابض الأمامي أو القابض الخلفي، ستجده ساخن بشكل غير طبيعي. لذلك لا يجب تغيير أجزاء CVT إلا إذا كانت أصلية وبواسطة ميكانيكي محترف يعرف ما يجب فعله.
هذه أغلب المشاكل التي تؤدي إلى زيادة مستوى الاحتكاك في المحرك. فيديو اليوم على وشك الانتهاء، انتظروا الأجزاء القادمة. في الفيديو في الجزء الثاني سنتحدث عن مشاكل نظام الإشعال والأنظمة الكهربائية التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة. في الجزء الثالث سنتحدث عن مشاكل وأعطال أنظمة التبريد. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أعجبكم الفيديو، اضغط على زر الاشتراك وقم بتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذا كنت غير مشترك، واكتب لنا تعليقا إذا كان لديك أي سؤال، ولا تنسوا أهم شيء وهو الصلاة على رسول الله. إلى اللقاء.